حدوث العالم اصبح معلومه يقينيه اثبتها العلم الحديث وكذلك فناء العالم حتم لا ريب فيه لكن الله تعالى وحده هو الاول والاخر فالاول هو الذي لا ابتداء لوجوده فهو السابق للاشياء كلها الذي لم يزل قبل وجود الخلق فاستحق الاوليه ولا شيء قبله ولا معه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والارض والاخر هو الباقي بعد فناء الخلق فهو الباقي بعد كل شيء بغير نهايه فهو سبحانه سبق كل شيء باوليته وبقي بعد كل شيء باخريته وليس معنى الاخر ما له انتهاء كما ليس معنى الاول ما له ابتداء ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمن وجد في صدره شكا اذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فالاول يدل على ان كل ما سواه حادث كائن بعد ان لم يكن ويوجب للعبد ان يلحظ فضل ربه في كل نعمه دينيه او دنيويه اذ السبب والمسبب منه تعالى والاخر يدل على انه هو الغايه والصمد الذي تصمد اليه المخلوقات بتالهها وتعبدها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها فمن امن بان الله هو الاول والاخر توكل عليه ولم يركن الى الاسباب فالله سبحانه هو الذي اوجد الاسباب وهو الباقي بعد فنائها ومن امن بان الله هو الاول والاخر استعد للقائه بالايمان والعمل الصالح قال تعالى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا